اتعلمنا قبل كده ازاي نرسم العين، بس ما اتكلمناش عن الرموش بشكل تفصيلي. تعالوا نتعلم مع بعض ازاي نرسم الرموش في فيديو بسيط، وازاي كمان تبان طبيعية ولا رسمها حد فنان وفاهم. اول حاجة لازم نفهم ان الجفن واخد كيرف على الكورة اللي هي العين، فطبيعي الرموش هتلف وتاخد اتجاهات مختلفة، ودي اكتر حاجة هتخلي الرموش تبان واقعية. كل رمش بيلف من جوه لبره على شكل قوس، ولازم نغير في طول الرموش واتجاهاتهم ونخلي فيها نسبة من العشوائية. الرموش اللي فوق بتكون اطول واتقل من اللي تحت، كمان منبت الرمش بيبقى تخين وطالع على رفيع. ممكن نعمل اكتر من رمش في نفس المكان فوق بعض بتخانات مختلفه، ونخلي بالنا ان الرموش عند طرف العين بتبقى تخينه وطويله، عكس الرموش عند القناه الدمعيه بتبقى خفيفه وقصيره. لو اخدنا بالنا هنلاقي ان الرموش منبتها لتحت ناحيه كره العين وبعدين بتطلع لفوق، لان وظيفه الرموش هي حمايه العين من التراب واشعه الشمس. انا رسمت العين مفتوحه عشان تشوفوا الجفن من جوه وعلاقته بالرموش. نحاول على قد ما نقدر نخلي سن القلم رفيع عشان يساعدنا في الرسم، ولو طرف الرمش طلع تخين شويه ممكن ارفعه في الاخر باستيكه او بلون فاتح. لو استفدتوا بأي حاجة من الفيديو اعملوا لايك وشير.